ورجعنا لكم مستمعينا دائما في برنامج اللامولاتي، ومعنا خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور سناء. صباح الخير وعواش مبروكة لك ولكل العائلة ديالك في الصحة والسلامة ما شاء الله. بارك الله فيك، تحياتي لك ولطاقم البرنامج ومستمعينا ومستمعات ديال ميد غاديو. بارك الله فيك. إذا حورية، اليوم غادي نتعرفوا معاك على الزيوت الطبيعية، شنو هي الأنواع ديال الزيوت الطبيعية، وكذلك شنو هي الطريقة الصحيحة باش نوضعوا المساج يعني على البشرة ديالنا، لأنه حتى الطريقة حتى هي راه مهمة بزاف. أحيانا تيكون عندنا هذاك الكريم ديال المساج، تيكون عندنا مثلا زيوت اللي هي معروفة أنها مناسبة باش نديروا بها مساج، ولكن حتى الطريقة يعني كتعطي النتيجه. بالفعل سناء، التدليك راه خص تعرف نعرفوا بان نوع من العلاج حتى هو، يعني يقدروا غير بالتدليك نبراو. يعني اي مشكل عندنا يقدر يكون مشكل عضوي داخلي ونبراو منه غير بالتدليك. علاش؟ الا اعتمدنا على الزيوت الطبيعيه اللي خاليه من المواد الكيماويه واللي الجسم ديالنا كيتقبلها وملي كنقولوا حنا كيفرح بها، حيت حنا جهاز المناعه ديالنا واحد الجهاز هو كيتقبل شي حوايج اللي غادي تفرحوا، وغادي يكون غادي يكون نشيط في الجسم ديالنا، وغيكون عنده واحد القوه ملي كنقول انا قوه الدفاع قويه. يعني شنو هو جهاز المناعه في الجسم ديالنا؟ بحالك انت في الدار، انا غنبسط الامر. يعني انت جالسه في الدار وجا عندك واحد الضيف، يعني كيجيب لك كيضحكك كيعطيك شي اخبار مزيانه، كيفرحك كيضحك معك. يعني انت كتكون نشيطه وكتفرح وقتاش يرجع عندك داك الضيف. عكس ما كيجي عندك واحد اللي كيقول لك اخبار خايبه هذا، كتحس معاه بالتشاؤم، يعني بحال اللي كترفض القدوم ديالو مره اخرى. يعني هكاك جهاز المناعه ديالنا، حنا جهاز المناعه في الصباح كيبغي اي حاجه يستقبل اي حاجه اللي هي تعاونه الدفاع على الجسم ديالنا، بما فيها التغذيه، بما فيها المكملات ديال الفيتامينات، بما فيها التدليك. لان يعني التدليك ملي كنقول انا التدليك ماشي غير نجي ونمشي عند المدلكه اللي ما عندهاش درايه بالتدليك ونعطيها الجسم ديالي في المثال وتبقى تدلك فيا بكريمات اللي فيها مواد حافظه وفيها مواد كيماويه ولما لا تقدر تكون بيريمي، يعني فات عليها الوقت. ان السيده مسكينه اللي كتمشي اصلا الزبونه ملي كتمشي عند المدلكه كيكون واحد الهاجس في الراس ديالها انها بغات تضعف وبغات تخلص من الدهون اللي في الجسم ديالنا في الجسم ديالها باي طريقه، وكتمشي عندك المدلكه وكتطيح في مثل مدلكه اللي الهدف ديالها فقط هدف مادي، ما يمكنلاش تتعامل معها بالانسانيه وبالطيبوبه بالاخلاق. يعني خصها تشوف فيها النظره ديال الماده باش تاخذ منها الفلوس فقط، بدون وحتى الزبونه ما تحصل حتى على شي نتيجه. انا هنا كنصح اي مدلكه تستعمل ضمير المهني، وإلا ما كانش عندها دراية بالتدليك من الأحسن تصيفطها لواحد المركز اللي هو خاص بالتدليك، وحتى ولو بغات تدير لها التدليك تحاول تعتمد على الزيوت الطبيعية والزيوت اللي غادي تستافد منها الجسم ديالنا. يعني شنو هما هاد الزيوت دابا اللي كيصلحوا أنهم يكونوا المساج؟ أحسن زيوت كنفضل أنا زيوت من الأعشاب الطبيعية واللي هي متداولة عندنا، كندخلوها في التوابل ديالنا وكندخلوها في الأقنعة ديال الوجه وفي الأقنعة ديال الشعر، بما فيها زيت أزير اللي هي مهمة جدا. زيت أزير مهمة جدا في التدليك، وخاصة الناس اللي عندهم الأعصاب، خاصة اللي عندهم. نقول لك حورية لو سمحتي عافاك باش نجزئوا شوية بالنسبة لهاد الزيوت، لأنه كاين أنواع كثيرة كل زيت علاش كيصلح. مثلا إلا بدينا بالزيوت كيف قلتي لنا الحد من هذاك العياء وهذاك التعب. حيت الأخت سناء بغيت نقول لك أنا الزيوت، حيت حنا الجسم ديالنا كل منطقة في الجسم ديالنا محتاجة لواحد النوع من الزيوت. يعني الزيت اللي مثلا باش ندلكوا الرقبة ديالنا والقدمين ديالنا تيكون العياء كنحتاجوا زيوت اللي كنحسوا بالاسترخاء وكنحسوا بواحد يعني بالطمانينه من بعد التدليك. زيت الخزامه مثلا، زيت الخزامه بحال زيت ازير، بحال زيت حتى لما ما عندهاش الزيوت تكتفي فقط بزيت العود، لان زيت البلديه فيها الكافي اللي كيطلب الجسم ديالنا في اللحظه اللي كنكونوا حنا. ممكن مثلا زيت العود نديروا فيه شويه ديال الخزامه يمكن مثلا، يمكن الا ما استطعناش باش نحصلوا على الزيوت المعطره واللي كتساعدنا في الاسترخاء، يمكن ناخذوا فقط واحد الكميه ديال ازير. وازير من الاحسن ناخذوا ازير البلدي، يعني حيت كاين ازير البلدي وكاين ازير الرومي، باش نفرقوا ما بيناتهم. زعما حتى هي كاين الانواع. بالنسبه باش نفرقوا الازير، بالنسبه للازير الرومي كيكون الوريقه ديالو طوال شويه وغلاض واللون ديالو خضر، عكس الازير البلدي كيكون عنده الوريقه ديالو رقاقين بزاف وقصير الحجم ديالو مقصير والرائحه ديالو مجهده. انا كنفضل الازير البلدي في التدليك وفي جميع الوصفات التجميليه. يعني زيت العود ولا زيت الخزامه ولا زيت ازير بالنسبه لحد من داك العياء العياء
الشعب اللي بغينا نديرو الماساج بالنسبه لزيت الكاليبتوس. بالنسبه لزيت الكاليبتوس الناس اللي كي عندهم ديك الحساسيه واللي عندهم المشكل ديال الجهاز التنفسي واللي عندهم التبع حتى هو كيساعدنا في الاسترخاء. بالنسبه لتجهيز الغرفه ديال التدليك يعني حنا ماشي نشوفوا التدليك الطريقه دابا الطريقه احسن مكان خصنا نديروا فيه التدليك وقبل من التدليك نديروا واحد حمام الاعشاب اللي كنديروا واحد البانيو ديال الماء ونديروا فيه بعض الاعشاب الريحان الكاليبتوس الورد البلدي هذه المسائل كلها كنديروا حفنه في واحد البانيو ديال الماء وكندير نعمره بالماء طايب ونخليوه يبرد شويه ودائما نضيفوا معلقه ديال الملح دائما الملح البلديه لان كنعرفوا الملح منقيه وكذلك كتشد البشره. ملي كنديروا داك ديك الماء في البانيو كنعمروه جهد اللي غادي نعسو حنا فيه يبقى غير ولي ما نخشيو حتى الراس ديالنا نحاولوا نديروا نديروا بحال اللي غنهبطوا شويه الراس ديالنا يقيس الفروه ديال الشعر تقيس الماء ديال الاعشاب باش تستافد حتى الفروه ديال الشعر. كنعسو واحد المده ديال 15 دقيقه حتى 10 دقائق في داك الماء ومن بعد كنمسحوا وكنطلعوا فوق الماطله اللي غنديروا فيها التدليك فوق منها التدليك والغرفه تكون منسمه بالاعشاب حتى هي. وباش نحصلوا على ديك المنسمات في الغرفه نديروا غير فقط ديك الشوفو نديروا واحد الربطه ديال من هذه الانواع ديال الاعشاب اللي تكون ولا اليزير باش كتطلق الرائحه وحنا تكون حتى المدلكه تكون الهندام ديالها نقي وتكون نقيه ما تكونش غير حتى المنظر ديال المدلكه خص يكون حتى هو كيعطي استرخاء وكيعطيك حتى باش تقدر تقبل داك السيده اللي غدلك لك. الغرفه تكون مجهزه مزيان الموسيقى الضو يكون خافت انت كتحسي براسك يعني كترخي راسك وكتستعدي لواحد العمل اللي هو اللي كنقول انا التدليك اللي هو علاج بلا ما تتعطل الادويه ولا المكملات يعني لا درتي التدليك وعرفت الطرق هذه وتبعتيها يعني كيعطيك نتائج جد مهمه. بالنسبه كما قلت الاخت سناء الزيوت يعني ذكرت زيت ازير زيت الخزامه زيت البلديه الا ما كانتش حتى الا بغينا نحصلوا على هذا النوع من الزيوت نكتفيوا بالربيطه ديال ازير صغيره ولا ربيطه ديال الزعتر صغيره تكون خضراء ندقوها شويه نقطعوها وندقوها ونديروها في واحد القرعه ديال الزاج ونضيفوا عليها كاس ديال الزيت البلديه ونديروا لها حمام مريم واحد المده ديال 15 دقيقه هذيك الزيت نديوها معنا للبلاصه اللي غنديروا فيها التدليك يعني نتجنبوا الكريمات ديال المصنعه نبقاو في الاعشاب والزيوت الطبيعيه نبقاو في الطبيعه لان من الزيوت الطبيعيه كنحققوا نتائج جد مهمه. اما الكريمات انا من الاحسن كنتفاداها احتمال الوجود بعض الالتهابات الجلديه وكذلك بعض الامراض العضويه اللي ما كتجاوبش مع ديك الروائح اللي كتمص كيمص الجسم ديالنا اثناء التدليك لان احنا في التدليك المسام كتحل وكل ذاك الروائح اللي كتنبعث من ذاك الكريمات كتدخلنا الجسم ديالنا ويقدر يكون عندها اعراض جانبيه. واخا بالنسبه للزيوت التخفيف من البطن يعني بالنسبه للزيوت دائما كنمشيو للزيوت اللي كتخفف من الدهون اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا يعني كنكتفيو بزيت الحامض ولا زيت السلميه يعني زيت الحامض وزيت السلميه عندهم واحد النسبه عاليه في تخفيض الدهون في الجسم ديالنا. زيت الحامض وزيت السلميه غير حنا دائما في التدليك السيده اللي غدير التدليك اولا تاخذ الملف الطبي من عند السيده وتشوف واش ما عندها شي اعراض مرضيه بما فيه التهاب ولا الحكه ديال البشره وكذلك امراض المهم امراض سرطانيه بعض الاكياس اللي كتكون في الجسم ديالنا صحي ولا عضوي باش ما يكونش ديك التاثير سلبي على الجسم ديالنا. كنا غنمشيو عند اختصاصي ولكن مثلا غندهنوا مثلا بهذه الزيوت في الدار ديالنا في الدار غندلكوا بحركات دائريه دائما من تحت لفوق مثلا بالنسبه للبطن كنديروا حركات دائريه بحال عقرب الساعه باش يعرفوا العيالات وحنا كندوروا حركات دائريه ومن بعد كنخرجوا وحنا كنخرجوا يدينا بالنسبه للكش كندوروا حركات دائريه ما كنخرجوا ما والو واحد المده ديال 10 دقائق كندوروا على اليمين ثم على اليسار ملي كنبغيو نخرجوا ما كنخرجوش مباشره كندلكوا الابهام ديالنا كنبقاو غاديين حنا الصباع الكبير كندلكو حنا غاديين نفس الاتجاه غاديين حتى كنخرجوا في الوسط ديال السلسل ديال الظهر ديالنا تجنبا بعض وجود بعض الاكياس اللي فيها دهون وديك الدهون تقدر تكون عندها تاثير في بعض الاعضاء الداخليه ديالنا يعني ماشي غير كنجيو نديروا التدليك غير هكاك حيت كاين بعض الاكياس اللي فيها دهون وديك الدهون كتكون تقدر تكون خبيثه وتقدر تسرب لنا في الجسم ديالنا وتمشي وكيولي عندنا مشاكل اخرى تقدر تبان لنا الكوليسترول عفوي
فجائي يعني هنا المسائل اللي حطاتو منا المده اللي دائما تكون عندها واحد العلاقه مع الطبيب دائما تكون واحد استشاره مع الطبيب وخاصه مع الزبونه ديالها الا كانت كتعاني من بعض الامراض ومن الاحسن تتبع تكون زبونه متبعه عند الطبيب وفي نفس الوقت المده اللي تتصل بالطبيب ديالها ويقول يكون واحد التجاوب ما بينه وبين كيف قلتي ضروري مستشاره طبيه وخاصه بالنسبه للسيدات يعني حنا كنشوفوا دابا للاسف كاين مراكز اللي هما خاصين بالنسبه للمساج وما كيراعيوش الجانب على اساس انه هاد السيده راه عندها لي فاغيس مثلا وحنا كنعرفوا دوك الخطوط يعني خطيره بزاف يعني كيسراو هادوك العروق وكيعطيو واحد المشاكل كتوصل حتى للشلل الا ما كانش كيوقع تمزق في الانسجه ديال الاورده الدمويه وهنا كيكون صعيب العلاج يعني اش كنقول انا الانسان ما يشوفش المساله ديال الماده اكثر ما يشوف المصلحه ديال الزبون احسن يعني ما دابا ولينا كنشوفوا مراكز ديال التجميل تحلت بواحد السرعه وحتى المراكز ديال التدليك ولات منتشره بزاف وخص شويه المراقبه كتبقى كل واحد مسؤول على نفسه والناس اللي عندهم مثلا لي فاغيس خاص ولا بدا استشاره طبيه ولا تيقول لك واش ممكن انك ديري الترويض او لا باش ديري المساج ولا لا يعني بالنسبه عشوائيه ونمشيو لانه هادو عندهم واحد العواقب على الصحه وخيمة على الصحه غير بالنسبه للناس اللي عندهم لي فاغيس كننصحهم من الاحسن يرشوا بزيت بخل التفاح يعني 8 مرات في النهار ويحاولوا يلتجؤوا لزيت الخروب لان زيت الخروب لقوا فيها علاج فعال للدوالي ديال الساقين يعني دهن موضعي ماشي لا دهن موضعي ويمكننا نديرو حتى في الشربات يعني نديرو الشربه ونديرو فيها الزيت ديال الخروب الا بغينا نحصلوا على زيت الخروب بالنسبه لي فاغيس بالنسبه لزيت الخروب لا يمكن ناخذوا في مثل الخروب كنطحنوه حتى كيولي بحال الشكل ديال الزنجلان وكنضيفوا عليه واحد الكاس ديال الزيت وكنبقاو نعجنوا بالايادي ديالنا حتى كنخلطوا داك الماده ديال الزيت مع الخروب يعني كنديروا نفس الكميه بحال دابا كاس ديال الخروب مع كاس ديال الزيت البلديه ملي كنعصروا كنخليوها هي تقطر مزيان ومن بعد كتطلع داك الزيت كل المكونات اللي كاينه في الخروب كتطلع في الزيت يمكننا نحصلوا على هي ما غتكونش 100% ديال الخروب وانما 50% حتى 60% ديال الخروب اذا غادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 او 05 22 43 00 سعودي الا سمحتي نبداو بعض الاقتراحات ديال المستمعات بالنسبه لسنة مراكش كتعاني من المشكل ديال الكحوله في الشفتين وكذلك الكحوله في العنق وكتسول انه كتدي الفازلين وكتخرج للشمس بالفعل دابا اي ماده درنا فيها دهون وخرجنا بها للشمس من طبيعه الحال غنحصلوا على هذا البقع والغير بالنسبه للسواد ديال الشفتين راه كيكون عرض مرضي ومن بين الاعراض يقدر يكون المشكل ديال الكبد يعطينا ديك الاعراض بعض المرات تحت الخد ديال كتكون واحد الكحوله ولا واحد الزروقه غير عاديه غير طبيعيه بزاف على التعب ولا بزاف على الصهير فعلا من الاحسن استشاره الطبيب وانا كنصحها تستشر الطبيب ديالها ومن بعد الا ما كانت شي حاجه دير اقنعه اللي هي غير الماء ديال الجزر تاخذ الماء ديال الجزر مثلا 3 المعالق ديال الماء ديال الجزر وتاخذ معلقه ديال زريعه الكتان مطحونه مزيان كتخلط هاد المكونات مع معلقه صغيره ديال العسل الحر وكتبقى دهن الشفتين ديالها كل ليله يعني هذا كيقدر يحد من هاد المشكل ديال الاقنعه دائما ما كنخرجوش للشمس لا ما نخرجوش للشمس دائما السيده اللي عندها هاد المشكل واللي دارت قناع بزيت ولا قناع فيه زيوت مركبه يعني يمكن لها تدهن بالطرونش ديال البطاطا ومن مباشره دير واقي شمسي عاد تخرج للشمس يعني دائما يكون فضل يعني في الدار وراح كاين بعض النوبات يعني بعض السيدات اللي كيدير مثلا واحد القناع وفيه زيوت اولا كدهن الوجه ديالها مثلا بالحامض ولا بالزيت وباش ترطب مثلا البشره ديالها وكتخرج مثلا السطح كتبقى نشر غير هاد الحوايج راه هذيك الشمس يعني واخا تكون ديال الدقيقه راه كتقدر ترجع حتى ديك الاشعه ديال الضوء في الدار البخار ديال الفران يعني كل حاجه عندها الوقت ديالها ملي بغاو نديروا القناع نكونوا مرتاحين افضل وقت القناع يكون بالليل يكون الظلمه نسدو الشراجم ديالنا ونديروا القناع ديالنا ونكونوا في واحد الوضعيه صحيحه يعني اننا نكونوا مسترخين مزيان من ان القناع بحال نوع من الدواء يعني الا درنا قناع وخدينا واحد الحساء ولا الشوربه اللي فيها مكونات اللي غتفيدنا يعني كنحصلوا على نتيجه ايجابيه فعلا العيالات يعني نهار كامل وما كيجريو يعني في سواء في الاشغال ديال الدار ولا على برا يعني ياخذوا الوقت ديالهم واحد ثلث ساعه كيف قلتي ولا نص ساعه في الليل بعد ديك 8 ولا حتى 10 اي قبل ما ينعسوا ويعني كنظن بزاف الحمد لله ديال المستمعات اللي ولاو كيديروا الطريقه ولاو بخير الحمد لله واخا غادي ناخذوا اول مكالمه معنا من فاس معنا فاطمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه نتكلم نهضر معها اييه تفضلي حبيبتي اييه معنا الحريه كي دايره الحمد لله بارك الله فيك عرفت انا عندي جوج ثلاث الله يرحمها لدي اييه تفضلي بنتي عمرها 16 عام وكينوض لها شي حبيبات في وجهها قلت لها باش
ما كنسمعكش مزيان فاطمه. ما كنسمعكش مزيان. قلتي بنتك عندها 16 عام وكاينو دولا حبيبات في الوجه ديالها ياك. والسؤال الثاني عافاك انايا كان عندي. الو ما كنسمعكش مزيان، الا سمحتي نرجعك للسوندور وخلي التساؤل ديالك واخا ويعاودوا يعطيو لنا لانه كاين تشويش في المكالمه. شكرا لك بزاف فاطمه من فاس. واخا ناخذوا رشيده من اكادير وعاد نجاوبوا فاطمه. الو رشيده. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رشيده لاباس؟ الحمد لله. ربي الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تفضلي. راني في الخدمه وكنتصنت. ياك ومرحبا بك. الله يبارك فيك. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله انت والزملاء ديالكم. بارك الله فيك. شكرا. عافاك بغيت غير نسول السيده اللي معك. أيه؟ عندي انا مشكل في هذا في الكرسي عندي دوك. كنت كنعوم في البحر كنعوم بالحوايج يعني كنكون لابسه ودار ليا بحال شكل البهاك لي بوان نواغ في كرشي. لي بوان نواغ ولا بقع؟ اي بقع. دوك البقع كيكون عندي داك بحال قلتي عندي دواره ماروم ودواره بيضاء دواره ماروم. انا نقدر نقول لك بان ملي كتكون بقعه بيضاء وبقعه سوداء كنظن انها غيكون فطريات، لان ملي كنتي كتعوم بالملابس ربما الملابس اللي كنتي لابسه يقدر يكون كان فيها واحد النوع ديال حيت ماشي 100% قطن كتعطي بعض الحساسيه للبشره ديالنا. يعني انا كننصحك دير واحد التحليه ديال السكوتش اللي غتبين لك واش بهق ولا فطريات ياك. من بعد يمكن لك التصلي نعطيك اللي غتتبعي. دابا مسحي بخل التفاح والماء ديال البصله، يعني يمكن لك تاخذي بصله تحكيها تعصري الماء ديالها تاخذي نفس الكميه مع خل التفاح، يعني يكون نفس المقدار. يعني بحال نص كاس نص كاس ولا ربع المعالق ربع المعالق، وتبقى تمسح بهم الكرش ديالك كل ليله ملي تجي تنعس. يعني استمري على هذه العمليه مده 10 ايام ولا 15 يوم ومن بعد عطيني النتيجه. ولكن كننصحك من الاحسن ديري التحليه ديال السكوتش اللي ولات دابا الحمد لله موجوده في المختبرات. تحليلات سكوتش. سكوتش واخا. شكرا بزاف. ما كاين مشكل. يلاه شكرا لك بزاف رشيده. بالنسبه لفاطمه من فاس البنت ديالها عندها 16 سنه ودوك الحبيبات تيكونوا يعني حيت عاده 16 سنه هذا هو السن اللي كيبانوا عندنا فيها الحبوب على البشره ديالنا، حب الشباب وبعض البوتر على الوجه ديالنا. فقط اللي كنأكد عليه دائما انا ان تكون التغذيه اهم حاجه في هذه الفتره هذه. يعني ناخذوا خضر ناخذوا فواكه نتجنبوا كل الاكلات المصنعه اللي بما فيها من الزيوت المهدرجه، وديك الزيوت المهدرجه ملي كيكون عندنا اضطرابات هرمونيه هي اللي كتعطينا هذه الاعراض على البشره ديالنا. وحنا باش كنتجنبوا هذه المشاكل هذه كنلتجئوا فقط للتغذيه الطبيعيه، يعني كنركزوا بزاف على الاسماك على الدجاج البلدي على الخضر خاصه الخضر الورقيه. يعني الا طيبنا اللفت نطيبوه بالوراق ديالو، الا طيبنا البربه نطيبوها بالوراق ديالها، وتكون حساءات من الذره ومن يلان من الشعير وشويه ديال الزيت البلديه، ونتجنبوا بتاتا الاكلات المصنعه وخاصه المواد اللي فيها هرمونات مصنعه. يعني كاين بعض التغذيه اللي فيها هرمونات مصنعه، يعني هي اللي كتجعل الجسم ديالنا كيكون فيها اضطرابات واللي كيعطينا هذه الاعراض هذه. اذا نواصلوا باقي المكالمات معنا سهام من رباط. الو الو سهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سهام سي سناء هذه معايا؟ اييه انت معنا مباشره. تفضلي سهام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف. الله يخليك. اختصاصي بغيت نسوي اختصاصي اذا كان ممكن. ايه تفضلي. انا في عمري 23 عام وعندي كلف في الوجه ديالي وعندي تجاعيد وبصره ديالي جافه واحد الدرجه ما تصورش، يعني من شعري حتى رجليا. ودابا كنجلس كنشوف بزاف يعني المرايا وليت كنشوف البشره ديالي حول العينين تجاعيد وفي الجبهه. صراحه كيأرقني المشكل. المهم بالنسبه للسن ديال 23 سنه وعندك عندك تجاعيد وعندك بثور سوداء على البشره ما عندك حتى شي مرض عضوي، ما عمرك زرتي الطبيب؟ لا كان عندي انيميا صراحه وكنت ناخذ تريتمون وكنت عالج منها وليت مزيان. اها وعطاتك هذه الاعراض ديال جفاف البشره؟ حيت عاده دائما ملي كتكون ادويه وكتكون التغذيه يعني كتعطي نقص في الفيتامينات كيكون واحد النوع ما كيكونش التجاوب. يعني كتعطينا هاد الاعراض ديال جفاف البشره. وهذا الشيء الله يسهل لنا كنشوفوا بزاف يعني بنات صغار في سن 29 وكتلقى يعني فيها تجاعيد واحد الكميه اللي هي كبيره كتكون بشره جافه وعدم العنايه بالبشره وبعض المرات الفتيات كياخذوا مكملات ديال الفيتامين، واصعب حاجه هي ديك المكملات بدون استشاره الطبيب. يعني كتمشي للصيدليه كتاخذ واحد
فيتامين معين كتشربو تساليه كتاخذ فيتامين اخر. اخطر حاجه هي هذيك المعامله مع هذا النوع ديال الادويه. دائما اي مكمل ديال الفيتامينات خصنا ناخذوه مقنن وبعد استشاره طبيه. دائما كناكد عليها يعني اي ام ملي تشوف بنتها كتعاطى هذا النوع ديال المسكنات ولا النوع ديال المكملات ديال الفيتامين تحاول تنبهها شويه. وبالنسبه للمكملات احسن الانسان اللي سليم ما عنده حتى شي مشكل عضوي داخلي من الاحسن يلتجأ المواد الطبيعيه اللي فيها لي فيتامين اللي غيكون عندها مفعول احسن من المكمل كيماوي. انا كنظن بان السيده الا راقبت الوليدات ديالها والبنات ديالها في سن البلوغ وعطاتهم التغذيه ديالهم الكافيه وعطاتهم الفيتامينات ديالهم من اللي مخوضين من الخضر ديالنا من الفواكه ونظمت لهم التغذيه ديالهم عطاتهم عصائر ديال الخضر عطاتهم حساءات عطاتهم يعني ما كيبقاش هذه المشاكل حاضره في في عند الفتيات ديالنا. نبقاو دائما مع اوفياء. انا باكادير معنا السعديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله السعديه. لا يخليك انا بغيت نسول هذيك عندي دابا الوجه ديالي سمر بزاف والعنق ديالي واليدين. الوجه ديالك والعنق ديالك حمر السمر سمرين. واخا واخا عندي دوك النقيطات في الوجه ديالي وعندي دوك واحد الشيرات عندي حدا الودن ديالي سمرين. بالنسبه لهذا البقع السوداء اللي عندك فقط غادي تحاول تحسني المعامله ديالك مع البشره ديالك ومع اليدين ديالك. ما تعرضيش للشمس الا بعد اقنعه طبيعيه وتلتجئ لبعض الكريمات في الليل قبل ما تنعسي. وبالنسبه للاقنعه اللي يمكن لك تديريها قبل ما تنعسي تاخذي صفر بيضه بلديه معلقه صغيره ديال الحامض وثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه. معلقه صغيره ديال الحامض ثلاثه معالق ديال الزيت البلديه وصفر بيضه بلديه كتخلطيهم وديريهم كقناع على المناطق اللي عندك فيهم السواد. تحاولي تخليهم مده 20 دقيقه ومباشره كتكوني وجدتي تقريبا واحد اللفت الابيض يعني اللفت اللي كيكون داك بالوراق الخضر يعني كتاخذي واحد اللفته كتحاولي تسلقيها في الماء حتى كتحاول حتى كطيب مزيان كديريها في الخلاط الكهربائي كتديري معاها تقريبا قرعه صغيره ديال زيت الجليسيرين وتقريبا واحد قرعه صغيره ديال زيت الجليسيرين وثلاثه المعالق ديال ياغورت طبيعي. كتخلطي هاد المكونات وكتزيدي في معاهم معلقه ديال الشوفان معلقه كبيره ديال الشوفان. هذيك كريمه كديريها من بعد هاد البيض والزيت والحامض كتخليها واحد المده ديال 20 دقيقه ولا حتى 30 دقيقه كتمسحيها فقط بالماء ورد ما كتغسليهاش حتى الصباح. ملي كتنوضي في الصباح كتحس تحكي ديك الاماكن بنص بطاطا ولا كتحكي بطاطا فقط تاخذ الماء ديالها وتمسح ديك الاماكن اللي عندك فيهم السواد وكتدهني بالواقي الشمسي ديالك. غير انت تجنبي الصابون وتجنبي التعرض للشمس بعد من دون بدون واقي شمسي. اختي بغيت نقول لك دابا انا عندي البصله جافه واش ندير بياض البيض ولا الصفر البيض؟ بالنسبه للبصله الجافه يمكن لك ديري بيضه كامله يمكن لك ديري غير الصفر ديال البيضه. ونص عصير حامضه. لا نص معلقه صغيره ديال العصير الحامض معلقه صغيره صغيره فقط. تحياتي لك. وعندي السعر ديالي الله يخليك عندي السعر ديالي كيتيح بزاف. بالنسبه انا غادي نحط بزاف المستمعات اللي طلبوا نعاد تساقط الشعر. كاين طلبات كثير على منع تساقط الشعر. الا سمحتي واخا نواصلوا باقي المكالمات وعاد نعطيو الاقتراح بالنسبه لمنع تساقط الشعر. معنا سيها من بنقرير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيها. لاله حريه كي دايرين؟ مرحبا الله يبارك فيك. انا بخير فوق نعيط الله غادي. مرحبا بك. عافاك بغيت لاله حريه تعطيني شي وصفه لتفتيح البشره. هي تفتيح لون البشره جافه دائما البشره الجافه. الاخت اللي اللي عنده مشكل ديال البشره الجافه ننصحو دائما قبل ما ينعس يكون عنده واحد الفكره يدير تدليك بزيوت طبيعيه. واحسن زيت اللي كيصلح البشره الجافه زيت الزنجلان ولا زيت القرقع ولا زيت لافوكا ولا زيت لما كانش هاد الزيوت يكتفي بزيت البلديه. كل ليله يكون تدليك الوجه ديالك مده 10 دقائق وتنعس حتى الصباح. بالنسبه للقناع التبيض يمكن لك تاخذي معلقه ديال الزنجلان مطحون معلقه ديال الشوفان معلقه ديال الخرطال ومعلقه ديال ياغورت طبيعي ومعلقه صغيره ديال اللوز مطحون وتخلطي هذه المكونات بالماء ديال اللفت الابيض. يعني هذا قناع يمكن لك ديره يوميا على البشره ديالك وتخليه مده 20 دقيقه من بعد كتمسحي وجهك بالماء دافي ومباشره كتغسلي وجهك بالماء يكون منسم بالمعدنوس. يعني كتاخذي الربطه ديال المعدنوس وتقطعيها وتكبي عليها اربعه الكيسان ديال المطايب وتخليها في الثلاجه. يعني من بعد القناع كتحاولي تغسلي وجهك بهذا الماء ديال المعدنوس. يعني لتفتيح لون البشره قلتي لنا معلقه ديال الزنجله مطحون معلقه ديال الخرطه مطحون معلقه ديال الياغورت طبيعي ومعلقه ديال اللوز مطحون. هذا الشيء كله كيجمع الماء ديال اللفت. هذا قناع فعال وعطى نتيجه ايجابيه وخاص
خاصه الناس اللي عندهم الكلشره يعني هذا هذا قناع فعال بالنسبه لليل. كل ما تجي تنعسي في الليل دائما تكون واحد الفكره عندكم ان تاخذوا نص كاس ديال الرز وكتزيدوا عليه تقريبا كاس ديال الموارد كتخليوها في الثلاجه يعني كيبقى مده طويله ما كيخسر ما والو. كل ليله كتخلطوا داك القرعه كيكون واحد التدليك بسيط على الوجه ديالك بالنوع ديال الزيوت زيت ارغان ولا زيت البلديه ومباشره كتمسح بهذا المكون ديال الرز والموارد يعني كتكون نتيجه فعاله الا تبعتي هذا العلاج مع طبعا مع الشربات اللي كنعطي. واخا مشكوره جدا سهام على تواصلك معنا لاول مره من اكادير ومرحبا بك في اي وقت. وغادي نمشيو للخميسات عند نوال. الو 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 نوال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله نوال. دايره سيره بسعيده. الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله فيك. نوال مرحبا ربي يخليك. شكرا شكرا على كل شيء على كاع المواضيع اللي كطرحوها علينا. شكرا لكم بزاف. كنشكروا الاستاذه ديالنا الله يجازيك التجميل. مرحبا بك نوال تفضلي الا عندك شي تساؤل. خليك عندي فروق شي تحت عينيا كنعاني من هاد الزاف بزاف. عندي هذاك الزروق هي مغلوقه بزاف مغلوقه تحت العين هادشي اللي كنا تكلمنا عليه. شي مرض مشيتي دوزتي الحمد لله ما عندك حتى شي مشكل. لا ما عندي حتى شي مشكل الحمد لله. ايوا المشكل اللي عندك هو انك ما كتهتميش يمكن بالتدليك اليومي تحت العين ديالك ياك. فعلا فعلا استاذه فعلا. غتحاولي تاخذي زيت اللوز ياك وغتحاولي كل ليله تنعسي على الظهر ديالك وتدير حركه دائريه ديري مساج بحركه دائريه يعني كتبداي من المومو ديال عينك من اليمين وتخرجي اليسار من اليمين عاوتاني تقلبي اتجاه تبدا من اليسار وتخرجي على اليمين ياك مباشره كتكون نعم تحت عينيا الدوره ديال العين كلها كدوري على عينك كلها باش الدم كيدور مزيان والدوره الدمويه اللي تحت العين كتدور مزيان وكتاخذي جلفه ديال البنانه كتخليها كطيب مزيان حتى كتكحل مزيان ومباشره من بعد التدليك كدهني بهذه الجلفه ديال البنانه ياك تبعي هذه الطريقه هذه. من بعد كتكوني محطه الماء ورد والخيار يعني كتاخذي 4 المعالق ديال الخيار ولا 5 المعالق ديال الخيار وكتضعفيها بالماء ورد وكديري فيها القطن ياك. من بعد ما تدلكي ودوزي بالجلفه ديال البنانه كتحطي هاد الكمادات على العين ديالك وممكن لك تنعسي بهم حتى الصباح. يعني كتبعي هاد الطريقه هذه وتشربي الماء بكثره ودائما حاولي ديري رياضه لعينك. يعني رياضه لعينك كيفاش غديري؟ غتاخدي كاس ديال الماء كاس ديال الماء وغديري فيه معلقه ديال الملح البحر تاخديه من الصيدليه ياك. غتعمري داك الكاس بالماء مزيان وغتحاولي تحلي عينك في داك الكاس ديال الماء وتبقى تدوري العين ديالك وانت كتحسي بها كتقيسك في داك الماء. يعني محلولين عينك محلولين وكتحليها في داك الماء وكتديري العين اليمنيه والعين اليسريه. يعني هاد العمليه كديرها 3 المرات في الاسبوع مع التدليك مع هاد الكمادات ومن بعد التصليبيه يعطيني النتيجه. واخا لاله شكرا. تحياتنا لك نوال. الله يخليك واحد السؤال الله يجازيك بخير. عافاك انا مقبله على الزواج عندي الشعر ديالي ناشف الله يخليك غير ممكن غير واحد الزيت ممكن ندهن. يمكن لك ديري زيت الكوك. يمكن لك ديري زيت الكوك واحسن حاجه يمكن لك ديري 2 معالق ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال العسل الحر كتخلطيهم بشكل كريمه وكديريهم على الشعر ديالك خصله خصله وكتخليهم مده ساعتين ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك. غير انت ملي تمشي للحمام هذه كنصح بها كل الناس اللي عندهم مشاكل ديال هذا المشكل ديال الشعر كتمشي للحمام كتاخذي الدرقه يعني الدرقه كتقطعيها طريفه ديال الهنديه دابا اللي كتبع كتاخذي طريف ديال الدرقه تقطعيه طريفات وديريه في واحد القرعه ديال الزاج كتكبي عليه كاس ديال الماء طايب وكديه معك للحمام. هذا هو الديميلور طبيعي وتجنبوا الديميلور المصنع. يعني الا اعتمدتوا على هذا الديميلور الطبيعي مع دهن الشعر ديالك زيت الزيت جوز الهند قبل ومن بعد الغسيل يعني كتعطي نتيجه ايجابيه. الا سمحتم مستمعينا غنتوقفوا مع فاصل اعلاني وغادي نرجعوا نواصلوا دائما رفقه حوريه شويه خبيره الشعر الا سمحتي حوريه غادي نمشيو لقراءه بعض الاس ام اس اللي فيها بزاف ديال التساؤلات المستمعات وعاد نعطيو الاهم الشربات كيف ما عودتينا دائما. السلام عليكم. انا خديجه من الدار البيضاء. شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج. وعافاك انا كندير الحنه يعني كتسولك حوريه كدير الحنه للشعر ديالها وكتزيد تنشفوا ليها وحينت يعني عندي الشعر ناشف عافاك شنو ممكن تزيد مع الحنه باش يكون شعر رطب؟ بالنسبه للحنه الحنه راه مهمه للشعر وراه من
من بين الاعشاب اللي كتنقي لنا الفروه ديالنا من جميع البكتيريا. الحنة ما عمرها كانت كدر الشعر، غير حنا الطريقه اللي غادي نديروا بها الحنة، اولا ندلكوا الشعر ديالنا مزيان بزيت جوز الهند ولا زيت الزنجلان ولا زيت ارغان. الحنة ملي نخلطوها نحاولوا نديروا حنة قديمه ما تكونش جديده، يعني الحنة خاصه بالشعر. الحنة اللي كتكون قديمه كتفقد داك المواد اللي كتكون مجهده فيها، يعني كتخلي المواد اللي الشعر كيقدر يستقبلها. كنديروا مثلا 3 المعالق ديال الحنة، ودائما كنضيفوا الملعقه ديال الازير ديال الزاز، يعني متداول عندنا دائما، معروف من زمان، معروف يعني من زمان، يعني كنضيفوا معلقه ديال الزاز مع الحنه مع 3 المعالق ديال الزيت البلديه، ودائما نضيفوا صفر بيضه بلديه. يعني اللي كدير الحنه دائما دخل هذه المكونات في الحنه، وراه كتكون النتيجه جد ايجابيه. بالنسبه للغسيل ديال الشعر من بعد الحنه، دائما نديروا الديميلور طبيعي، ما نديروش الديميلور يعني فيه مواد كيماويه. الديميلور طبيعي هو اللي ذكرت دابا بالدرقه، يعني كنديوها معنا الحمام. من بعد الغسيل كنشقوا الشعر ديالنا، كنبقى واحد المده ديال 10 دقائق، من بعد كنشلوا الشعر ديالنا. وباش كنشلوا الشعر ديالنا بالخرطال، يعني كتكون عندنا الثقافه خاصها تكون عندنا، يعني كما كنديو السطال فيه الشامبوان وركاب وكنديو الصابونيات، نحاولوا نعوضوه بالمواد الطبيعيه، وكتكون عنده نتيجه احسن. يعني ملي كناخذوا معنا الريحان ولا الشوفان للحمام، وكنكون تشليله للشعر، وكناخذوا معنا الريحان وكيكون تشليله لخيرات الشعر، يعني كنحافظوا على الليونه ديال الشعر ديالنا. وحتى ديك الرائحه اللي كتعطينا الشعر من بعد 3 ايام ولا 4 ايام ما كتبقاش، يعني كتكون واحد الرائحه طيبه فينا. بالنسبة للسيدة هذه اللي عندها المشكل ديال الحنة، دير الحنة ودير هذه المكونات اللي عطيتها. مستمعة كتسولك سارة من الدار البيضاء، عندها 34 سنة وحاملة في الشهر الخامس، الله يمتعك بالسلامة إن شاء الله. ولكن هي كتسول على حساب هذوك لي فيرجيتور، يعني دوك التمددات اللي كيكونوا، هي كيفاش قالت لك كيفاش نتخلصوا منهم ولا كيفاش نخفوا منهم، خصوصا إن باقي لها في الشهر الخامس ومازال كيتزادوا. يعني هما ملي كيتزادوا كيتزادوا بالحكان، يعني ملي الكرش ديالنا كتكبر كيوقع تمزقات في الجلد. أول نصيحة يعني اول نصيحه ما تحكش بالاظافر ديالها، تحك بحال اللي كتمسد هكا، ودائما تحضر الزيت البلديه. كنصحها من بعد اي زيت اللي كنثق فيها انا، الا كانت كدير زيوت طبيعيه وتكون عندها السيده اللي كتعجنها بيديها وتعطيها زيت طبيعي، نفضل زيت الزنجلان، لان كتفيد في هذه الحاله هذه. ما كانش عندها اللي يعطيها زيت الزنجلان، تكتفي بالزيت البلديه وتدلك الكرش ديالها بحركه دائريه، ومره مره تعصر التفاح، يعني التفاح الاخضر، تاخذ داك الماء ديالو وتمسح الكرش ديالها، الماء ديال اللفت تمسح الكرش ديالها. يعني هذه المسائل كلها ديرها، ما تخاف حتى من شي حاجه، لا سواء ليها هي ولا للجنين ديالها. ودائما ملي تكون داك الحكه مجهده في الكرش ديالها، تكتفي فقط بالتدليك وبالزيت، لان الزيت كيحد من المشكل ديال الحكه. واخا مستمعه كتسولك على حساب يعني كيفاش نصيبوا زيت ديال اليازير، وكذلك عندها القشره الغليظه في الشعر ديالها، كيفاش ممكن تخلص منها؟ سميره من تازه، تحيتنا لك. بالنسبه نضيف واحد النصيحه للمراه الحامل اللي عندها مشكل بحيد ديال الحكه في الجسم ديالها بزاف، خاصه الكرش، تاخذ الكاس ديال النخاله وترطبوا جوج كيسان ديال الماء، وتخليه في الصباح كتغليه، وكتصفي داك الماء، كتجيب واحد ربطه ديال الكرافس كتدقها مزيان وتعصر الماء ديالها، وتخلطوا مع ديك الماء ديال النخاله، وديروا في واحد البخاخ، وملي تشوف داك الحكه في الكرش ديالها تبقى ترش به، يعني كيحد 100% من المشكل ديال الحكه اللي كتكون عاديه في عند المراه الحامل. بالنسبه للسؤال كيفاش نصيبوا زيت ازير، بالنسبه لزيت ازير، زيت ازير تاخذ غير ربطه ديال الازير تكون خضراء، وتدقها مزيان وديرها في واحد القرعه ديال الزاج، تضيف عليها كاس ديال الزيت البلديه، وتحاول دير له حمام مريم مده 15 دقيقه، وتخليها 24 ساعة وتبقى تستعمله. بالنسبة للقشرة الغليظة في الشعر، القشرة راه عندها مشاكل كثير، عندها مشاكل أسباب كثيرة وغادي نهضر عليها إن شاء الله مستقبلا، نديروا لها حلقة إن شاء الله. بالنسبة دابا تحاول تدير كاس ديال الخرطال، ملي تكون غتغسل دير كاس ديال الخرطال، وطيبوا جوج كيسان ديال الماء، وتعصر داك الماء تصفيه، ومن بعد تعصر نص حمضه، ويكون كتشليله الاخيره للشعر ديالها. يمكن لها تاخذ معلقه ديال الحلبه وثلاثه دروسه ديال الثومه كتحكم، وتاخذ غير الماء ديالهم وتخلطهم مع ديك المعلقه ديال الحلبه، معلقه ديال الحلبه وشويه ديال خل التفاح، وتخلط هذه المكونات وتدهن بهم الشعر ديالها قبل ما تمشي للحمام، تخليه ساعه ومن بعد تغسل الشعر. كنصح به الرجال والفتيات اللي عندهم هذا المشكل، هذا في حاله ما كانش عندها مشكل في الغده، في الغده الدهن الدهنيه اللي كتقدنا الدهون في الجسم ديالنا، بحيث ملي كيكون اضطراب هرموني، وخاصه الهرمون اللي كيقد الدهون في الجسم ديالنا، هو اللي كيعطينا هذه الاعراض ديال القشره، ومن بعد ان شاء الله نتكلم عليها ان شاء الله. ما كنسخاش بالمستمعات، الاسبوع المقبل نبقاو دائما في التدليك، ولكن غنبقاو يعني الوصفات المنع تساقط الشعر، وكيفاش ندلكوا الفروه ديال الشعر ديالنا، والمناطق اللي كتساعد في انبات الشعر نركزوا عليها بالتدليك ديالها بالزيوت ديالها.
نختم ان شاء الله بواحد الخلطه للشعر وكذلك الشربات اللي تعودوا عليا المستمعات، وخاصه غنعطي الشربه للناس اللي كيتعطاو التدليك واللي غادي تساعدهم فيا 100% في الاسترخاء. الشربه اللي هي متكونه من القرعه الحمراء، وحنا كنعرفوا المنافع ديال القرعه الحمراء، تحاول تخليها بالزريعه ديالها، يعني ملي تجيب القرعه الحمراء ما تحيدها والو، بالقشره ديالها بالقشره بكل شيء، تغسلها غير مزيان، تحاول تحكها مزيان وتغسلها وتقطع طريفات وديرها طيب، ومن بعد كطحنها بالزريعه ديالها بكل شيء. كتضيف عليها تقريبا معلقه ديال الملح ديال البحر ومعلقه ديال الازير، ملي كطحنها كتضيف عليها شويه ديال الملح ديال البحر ومعلقه ديال الازير. حنا كنعرفوا ازير من بين الاعشاب المهدئه، يعني ملي كناخذوا هذه الشربه كنشربوها قبل ما نمشيو لعند المدلكه ديالنا ب 30 دقيقه ونشربوا منها شحال ما شربنا منها، راه مهمه بزاف. بالنسبه للشربه اللي كتفيد الناس اللي عندهم مشكل اللي اتصلوا بها المستمعات واللي كيكون داك المشكل عندهم ديال الكلي وكيكون عندهم وكتعطينا بقع على الوجه ديالنا، هاد الشربه هذه غتفيدهم بزاف واللي غادي تعطينا تاجيد ايجابيه واللي عطات للمستمعات. يعني كناخذوا اللفت الابيض بالوراق ديالها، يعني كناخذوا واحد الربطه مع اللوبيا الخضراء، يعني اللوبيا الخضراء اللي كنقشروها كنطيبوا بها المهم اللوبيا الخضراء والهنديباء. يعني هاد الشربه كتفيد الناس، الهنديباء راه يعني معروف راه موجود الاسم ديالو هكا كيتقال بالعربيه هاد هاد الوصفه اللي عطيت كتفيد الناس اللي عندهم العياء في الكبد واللي عندهم العياء في الكلى. المهم علاش كنعطي هاد الشربات؟ لان كيكون عندهم ادويه وديك الادويه كتعطينا اعراض على البشره ديالنا وكتعطينا البقع السوداء على البشره ديالنا، يعني هاد الشربات كيحدوا من هاد المشكل، ويمكن لا تفطر بها وتغدى بها وتعشى بها. غير هي هاد الشربات كتنسم بازير، يعني انا ركزت على ازير، من ازير من بين الاعشاب المهدئه واللي كتساعدنا في الاسترخاء. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر، عطيت الوصفه ديال الجرجير والعف ديال التمر، عطى نتيجه فعاله. وغادي نزيد دابا ازير، غناخذوا معلقه ديال ازير وكنضيفوا عليه معلقه ديال العسل الحر، وكنحاولوا نضيفوا عليه الزيت البلديه، معلقه ديال الازير، معلقه ديال العسل الحر، معلقه ديال الزيت البلديه. كنخلطوا هاد المكونات وكندلكوا الشعر ديالنا بخل التفاح والماء ديال البصله واحد التدليك. من بعد كنديروا هاد القناع هذا، كنشقوا به الشعر ديالنا ونخليوه ساعه ساعتين ونغسلوا الشعر ديالنا. يعني هاد القناع كنصحبوه مع واحد المحلول اللي هو كناخذوا الازير كنطيبوه في مثلا نص كاس ديال الازير في كاس ديال الماء كيطيب، كنصفيوه كنضيفوا عليه تقريبا جوج معالق ديال خل التفاح وكيكون كبخاخ. من بعد غادي نكملوا ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله. الشعر شكرا لك بزاف حوريه شويه خبيره الشعر والتجميل. كنشكر كل المستمعات على المتابعه ديالكم برنامج اللامولاتي، لكم تحيات مجدولين العلامة الادريسي في الاخراج البرمجة الموسيقيه وسميحه الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه، وخليكم دائما اوفياء لجميع برامجنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.